عدنا إليكم والعودة أحمد، حياكم الله في قضية رأي عام. قضيتنا القادمة هي إلى أقصى جنوب المملكة، إلى أقصى نقطة حدودية، تقريبا على مثلث حدودي بين السعودية واليمن وسلطنة عمان، الخرخير. بعضكم سمع عنها، بعضكم ما سمع، بعضكم ما يدري وينها على الخريطة. المهم تالي العلم، هي في أقصى نقطة حدودية تحت تقريبا نجران، تبعد عن نجران حوالي 900 كيلو، قريبة من شرورة. خلونا من الخرخير شوي، بس في الفاصل كان هناك حديث بيني وبين الدكتور ماجد الفهد عن رقم 1919 واللي تطرقنا إليه في قضية أم عبد الله. أنا بحاول بالدكتور فهد أنه يقتنع بهذه الفكرة. الدكتور ماجد أجرى اتصال بالرقم 1919، وأنا بعد هذا الاتصال أشعر بحالة من الفخر بوجود هذا القطاع وهذا الرقم الساخن اللي يتقبل هذه الشكاوي بشكل، حتى اللي رد علينا رجل محترف، محترف جدا، محترف بشكل كبير جدا. الدكتور ماجد الفهد متحفظ قانونيا لعرض الاتصال، أنا بحاول أقنع فيه، إن اقتنع راح نعرض عليكم اتصال سواء في نهاية الحلقة أو راح نفرد لكم إياها على رابط يوتيوب خاص بالاتصال وحيثيات ما ورد فيه. بعد ما اقتنع في الشك والله لا تنسى، هم أنا لازم أشكرهم، هذا جانب. شيء ثاني، كنا عشان صحح معلومة، احنا قلنا أنه ممكن ما يداومون الجمعة والسبت، لا وجدناهم أنهم يداومون 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، هذا حق لهم أن نصحح المعلومة. إذن هذا تصحيح المعلومة، وإن شاء الله أنك تقتنع وتخليني أعرض المادة والاتصال اللي صار بينكم. على أي حال، الزميل عبد الله الفلاح جالف الخرخير وصال أيضا ورصدت عدسته كثير من الأمور التي تتخفى تحت صفيح ساخن. يكفي فقط أن من الصفيح يسكنون وفي الصفيح يقتاتون. عبد الله الفلاح إلى الخرخير في التقرير التالي. تقطن محافظة الخرخير وسط رمال الربع الخالي في أقصى الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6500 نسمة من 4 قبائل، والذين يعتبرون من البدو الرحل قبل أن يستوطنوا الخرخير. المهرة من زمان عاد نحن ذولا ما خلقنا ولا أبوانا ما خلقوا يحلون في الرمل هنا وفي الخرخير وحواليها، والناس يكونوا على ركاب وعلى بعارين ومعهم بيعر ومعهم ركاب، ويمشون ويشلون الماء في القرب ويحطون على البوش ويعملون دار يكون هنا وخيام، وكان قبل الخيام عاد هنا ماشي خيام كذا، يعملون مثل دار كذا عزب. وعلى هذه الحالة كانهم في سيح قريب الرمل هنا، وبعدين راحوا وهم في الرمل وهنا ويتواصلون على بعضهم البعض من زمان، وبعدين جوا في الخرخير هذا واسكنوا في الخرخير. واول شيء على ما تعلمون انتم اول شيء عزب ويسون قبل البيوت وقبل المنطقه، وبعدين جاءت المنطقه ذي وعملوا بنوا شوي شوي لما شفتوهم على هذه الحاله. يعيش معظم الأهالي في بيوت من الزنك والألواح المتهالكة، أما بعضهم الآخر فلا زال في خيام تحت وطأة حرارة الشمس وزحف كثبان الرمال المتحركة. محافظة الخرخير هي تعتبر المحافظة رقم 7 تابعة لمنطقة نجران، وهي تقع شرق منطقة نجران باتجاه الشرق بمسافة 850 كيلومتر. وقد حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تسهل جميع للمواطنين والمقيمين والأهالي محافظة الخرخير بالوصول للمحافظة بكل يسر وسهولة، فتم سفلتة طريق للمحافظة يصل إلى وسط المحافظة. طبعا سكان الخرخير هم من قبائل الربع الخالي، يعودون إلى قبيلة المهرة وقبيلة العوامر وقبيلة المناهير وقبيلة الرواشد. وهذه منطقتنا يسمونها الربع الخالي، اللي من طرفنا وعمان طرفنا وسعودية نحن فيها، ونحن نبغي دولتنا الشريفة لأقربتنا ودولتنا نبغيها ولا نبغي دولة غيرها، ونحن ما هي اللي ثبتتنا ولقبضنا وفضلنا نحن وياها، والحكومة واحد والشعب واحد،
ما نبغى نلفت في الريق عند الطرفان الاخرين، لكن اذا ماهياتنا طيبه قد فيها من يقعد ويصبر ومن فيها من يطير من حيث يلحق الرقبه يطير لها. بيوتهم متكونه كلها من اخشاب من قماشات، يعني اشياء هم عملوها بصنع ايديهم، هم قاموا بعمل بيوت يعني شيء اجتهادي. لا يقدرون على البناء، لا يقدرون على اي شيء، لانهم ما لا يوجد عندهم اي دخل نهائيا. ونحن اهالي منطقه انشانا المنطقه من عدم الويول، كنا ناكل نشرب ملحها وفي تعبها وفي تعبها، وحتى انشدت قضيه المحافظه الحين، وفي بلد الجبل نتعامل معامله طيبه ونتعامل مثل ما يتعامل في المملكه، ولما اصبحنا ما نتعامل باي معامله، من اسوء الى اسوء الى وقفت الحين. في ظل البعد الكبير لمحافظة الخرخير عن أقرب نقطة للمؤونة في محافظة شرورة، حيث تبعد أقرب محطة وقود 500 كيلومتر، اضطر الكثير من التجار والأهالي اللجوء إلى تهريب مواد البناء وبيعها في سوق سوداء بعشرات الأضعاف، حيث يصل سعر البلك الإسمنتي إلى 10 ريالات. منذ 12 سنة توقف وحصر حصر تام كامل على محافظة الخرخير البلوك والاسمنت والبناء في هذه المحافظة، إلا إذا كان جبت لك بلوك بتهريب، تهريب أو من هنا أو من هنا، إذا كان في شرورة، إذا كان بشرورة، في شرورة بريال وثمانين هللة، هنا يوصل عندنا حبة البلوك بثمانية ريال أو عشرة ريال. السمنت إذا كان بأربعة عشر وثلاثة عشر في شرورة، فهنا يوصل إلى 35-40، يعني المواطن إذا كان بيبني له غرفة، بيبني له غرفة تكلفت بثمن عمارة في المدن الأخرى، بثمن عمارة. ونعاني من مشاكل وايدة ثانية، هذا حصر المنطقة، هذا مثلا احنا قدنا تعبانين، الناس حالتنا بسيطة، وسكروا علىنا البناء، مثلا إذا بتبني بترمم بيتك، بت واحد بيزوي، واحد عنده مشكلة يعني في بيته بيوسع، ممنوع. إذا تشتري طابوقه من التجار بعشرة ريال والسمنت بأربعين أو بخمسين، والحين قد وضعنا سيء، مادتنا يعني المادة نعاني من ناس بسطة. خدمات كثيرة تنقصنا، البنوك ليس متوفرة، الأسعار في السوق، البقالات أسعارهم زايد، أمورهم زايد، عشان معانا عشان الطريقة بعيدة. رصدنا خلال جولتنا لمحافظة الخرخير وجود مراكز عدة، الأغلبية منها غير فاعل، فهناك مركز للمحافظة من غير محافظ ولا موظفين، ومركز للشرطة ليس له حس ولا خبر، وآخر للدفاع المدني لا يؤرقه شيء بسبب قلة المساكن والسكان، وفرع للبلدية مغلق الأبواب، ومكتب للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد من الزنك مقفل منذ إنشائه. الجمعية ما تعاون معي بشيء، المصعب الياس ما يعطون شيء، أروح المستشفى حق إني شرورة يقول ما لكم شيء، المالية عندنا ما فيها، أنا واحد أدين عند الناس، حد يعطيك وحد ما يعطيك، والحاجة ذا خضية وعوران ماشي معنا، وحالنا تعبانة وعندنا بيوت لا دقة شانكو كله، لا نقدر حتى نشتغل، حتى الحفر ما نقدر نشتغلها، قاعدين على حكم الله. بالنسبة للمستوى المعيشي في محافظة الخرخير، غالبية أهالي سكان محافظة الخرخير مستوى المعيشي هو دون المتوسط، وقد يعود السبب إلى أنه غالبية الأهالي يعني أو أبناء الأهالي تأخروا في الالتحاق بالتعليم، مما تسبب في التحاقهم بالوظائف الحكومية، ومن هذا المنطلق يعني اتتهم اللفته الابويه الحانيه من خادم الحرمين الشريفين بتوفير الاعانات لسكان المحافظه، فالضمان الاجتماعي يقدم المعونات لجميع مستفيديه، بالاضافه الى انه يستفيد من الجمعيه الخيريه ما يقارب الألف اسره. ما عندنا ميزانيات ولا عندنا سيارات ضخمه نروح نودي واحد، ما الرواتب زي ما فاهمينهم، عندنا رواتب احنا على شو؟ شونا؟ واحد عنده خمسة، انا بنفسي عندي 20 ولد مطيفين منهم خمسة للشو، 15 للشو، وكيف لا وصلتنا حقيبة مدرسة، لا وصلتنا
دفاتر، لا وصلنا المعدات اللي حق الدراسة، يقولون الخيريات وما الخيريات والناس الثانيين اللي في مناطق ثانيات يحصلون، احنا ما حصلنا شيء. ويشتكي العديد من سكان المحافظة بأن أغلب هذه المراكز لا تقوم بدورها في خدمة المواطن، حيث تبقى مقفلة في أغلب أيام العمل الرسمي بسبب تسيب موظفيها وأغلبهم من خارج المحافظة. الصحة نعم كان مستشفى موجود في الخرخير، والآن يبنى ملحق آخر، نتمنى إن شاء الله أنه يتفعل ويخلص، ولكن في نواقص يعني في المستشفى اللي هو بنك الدم، العمليات القيصرية، الأمور المهمة، الأشعة وما أشعة والمختبرات والموظفين. الموظفين هنا لو يعني اللي مطلوب وجودهم في المستشفى فيه نقص، تحصل أما موظف أشعة ما فيه، أو بعض الموظفين اللي مهم في حال في الحالات الطارئة. فالحالات الطارئة اللي عندنا وأكثرها تقريبا حتى العادية تذهب إلى تحال إلى شرورة على أدنى بسيط، والمريض هو قده مريض، والمسافة من هنا إلى شرورة 501، 501 يأخذ له 4.5 ساعات أو 5 ساعات. مستشفى الخرخير هنا مركوز الحين من 3 طابق، وهو محروم من كل شيء، ما في شيء، لا ما في شيء فيه. هناك في طبيب يم الثاني ذاك بغت حبة بنسلين، بيت بنادول، بغت حاية ولا واحد حمى فيه، قال يلا تحويل الشرورة، وانت ما فيك شيء، يلا تعبوك تقيم من وها، وبقينا في هذه الحالة، ونحن قلنا نبقى في هذه الحالة يعني متى؟ سوف يستبشر أهالي، ينتظر أهالي محافظة الخرخير خلال الأشهر القادمة بمتابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران ورئيس مجلس منطقة نجران إلى افتتاح مستشفى محافظة الخرخير بسعة 50 سرير. البلاد له 10 سنوات أو كم سنوات يقول نجل مشاريع موقفة، ماشي لا مشاريع مال، لا مشاريع بناية مدارس، لا مشاريع أي طرق، لا مشاريع أي شيء، ما شبكات ما ولا أي شيء، ما شيء وصلنا. ليش؟ قالوا ما نقول كل ما وصلنا وناس راحوا يقولون وصلنا عند المسؤول يقول بلادكم، ما نقول كيف بنصلح لكم، زين ما نقول كم سنوات وهي ما نقول، لا هي انتقلت ولا هي فكت المشاريع، ونطلب في واحدة من ذلك الحكومة اللي بتقرره حنا مستعدين على العين والرأس، لكن المكان المناسب نطلبه. أما الخدمات البلدية فيؤكد الكثير من المواطنين أن سفلتة الطرق اقتصرت على طريق واحد داخل المحافظة ولم تشمل باقي الأحياء، خصوصا الطريق الرابط بين المحافظة وإسكان المهرة والذي يمثل معاناة حقيقية للمواطنين. طرق ذي الطريقة قد كنا تعبنا من وقع 20 سنة ونحن في الرملة، السيارات اللي مع سيارة في الطريق معطلة، يا الحمد لله توفرت الطريق ذي، والشوارع ذي شوارع فيها نص منهم مقيرين ونص حفرة، توقع بك تشلبك فوق وتشلبك تحت حفرة. الخدمات وصلت فروعها وتأسست فروعها وقامت فروعها، والدولة ما قصرت وصلت كل شيء، إلا أن هناك مشاريع ينقصها التفعيل وينقصها الوجود الشامل الكامل. ألا لو أخذنا جانب التربية والتعليم، التربية والتعليم ينقصها المدارس والمجمعات الحكومية، المجمعات التي تستوعب الطلاب. فمثلا عندنا الثانوية عندنا بيت مستأجر، والابتدائي عندنا كم هائل يعني الظهر والصبح والعصر، وإلى حد الآن السنة هذا يعني تقريبا أو السنة اللي قادمة كان في كثير من الطلاب ردوا على أساس أنه ما في استيعاب. ويعتمد أهالي الخرخير على المياه الجوفية دون تحلية لاستخدامها للشرب والغسيل في آن واحد، على الرغم من أنها شديدة الملوحة. مشاريع عندنا الدولة ما قصر، الدولة فيها خير وعطتنا خير وتنفق مشاريع. سمعت عندنا هني في المياه مشروع هني ما ادري بكمين مليون، شوف والله ولا استفاد مواطن منه، هذا مشاريع حفر للمياه
وكاتبين وحصلوا طبلونات ومدوا كسر بيوتنا وكسر الشارع ولا استفدنا منه يوم واحد شرب اثنين. المشاريع الخور اللي هي الآن أبار الحمد لله فيها ما خيرات وما زيادة يعني ما هو ما هو ما هو ما هو ما بيخلص ما هو مخلص ولا هو ناقص. بس أقول لك فيها بالنسبة للشبكات اللي هي مقصرة معنا ما توصل ثلاثة أكثر من ثلاثة أرباع من ثلاثة ثلث للمنطقة ما توفر لها الماء بسبب قل الشبكات، وبعضها عنده شبكات قديمة وتصلح وتخرب، وبعضها عنده طول العمر بالسيارات والقوالين يجيب، وتعرف حوال البدو المنطقة فيها وبعضها بالفلوس يشترون الوايتات. فعلا صحيح يعني الوايتات الحين فيه بير عندنا هناك شيب بالوايتات أكثر من ثلث المنطقة بالوايتات. إنه حي المكيراس بمنظره المثير للدهشة وفقر ساكنيه الذين لا يجدون قوت يومهم. يعيشون متكتلين قد يفوق عددهم 20 فردا في منزل واحد مكون من غرفتين ضيقتين، والصورة أوفى من الكلام. نحن هنا في حي المكراس بالتحديد في وسط محافظة الخرخير، المحافظة التي تقع في وسط صحراء الربع الخالي. بالتحديد نحن تفاجأنا كثيرا بوجود هذا الحي. هذا الحي هو مجموعة من الصنادق التي يسكن فيها أعداد هائلة من السكان، مجموعة من الأسر تسكن في داخل صندقة واحدة. لا ندري كيف هي الحياة، سنتعرف عليها من خلال هذه الزيارة. نحن الآن في داخل أحد هذه البيوت. السلام عليكم. مساك الله بالخير. حدثنا عن الحي. أيوة. كم عدد السكان؟ من أقام هذه البيوت؟ كم عدد البيوت؟ من يعني إيش عملكم بالضبط؟ عدد البيوت عملنا يعني على جداتنا، يوم بناء يوم حفريات يوم شفت، والوظائف ما عندنا شيء، وثباتاتهم كان لازلنا ماشي عندنا، والشيخ يطالب لنا وإن شاء الله يقول أبشر أبشر وإن شاء الله يجي الخير. والبيوت مكونة من كم غرفة؟ ها من غرفتين مو غرفة واحد، عنده عائلة منهم 5 في غرفة واحدة هو وياها، وأنا وعجوز معي في غرفة واحدة. كم سنة موجودين في حي والله من فوق 30 سنة ونحن هنا موجودين، من فوق 30 سنة ونحن على حرها وتبرد. حي الحياة المكيراس خيم زي ما تشوفها صناعتك، زي ما تشوفها فيها كهرباء ماشي، كهرباء أحيان موصلين على عداد 4 بيوت عداد واحد أو 5، ما أحيان يحترق الكهرباء عندنا. وبسبب واقع حي المكيراس تأمل أهالي الخرخير خيرا في إسكان المهرة، لكنه تحول إلى فرحة لم تكتمل. في الفترة الماضية طبعا تم الإعلان واستبشروا أهالي محافظة الخرخير بتسليم 450 وحدة سكنية لاستفادوا منها قبائل الربع الخالي المتواجدين في المحافظة، بالإضافة إلى كان الأفضلية يعني من الأفضلية للمطلقات والأرامل، الجميع استفاد هناك من هذه المكرمة الملكية. كان يقطن نحو 2000 نسمة في مخيم قبيلة المهرة في خيام وسط الصحراء، وعندما اعتمد لهم إسكان بواقع 450 وحدة سكنية وبمبلغ تجاوز 86 مليون ريال تقريبا، وبعد انتقالهم إليه تبين رداءة تنفيذ المشروع، فسكن الأهالي في وحدات مصممة من الزنك بداخله عازل من القطن وخشب البلكاش، والتي احترق بعضها في وقت لاحق. الدولة بذلت الملايين في هذا المشروع، ولكن لأننا نحن لا نعرف كيف تخطيط ومخطط المدن. المشروع هذا تخطط على مخطط شركة مقاولة، شركة مقاولة صنادق معلقة حطت فوق يعني فوق صبات 4، وهذا بيت معلق، والمقاول حط هذا المقاولة ورصها مع بعضها كأنها يعني كأنها شركة مقاولة بتاخذ 6 شهور أو سنة وبتنقل.
ليس كأنه مواطن يعني مدينة وطنية سكنية يسكن فيها المواطن، يسكن فيها العوائل، يأخذ مجال هذا ومجال هذا. أسكان البحر هذا نعم أسكان صندقة كل ليلة وحدة تحترق، كل ليلة وحدة أنها تقد فيها لقى مقاول لقى صناديقات هني بكمين مليون مليون راحت من سدال العدة صناديقات لهم كل ليلة وحدة أنها تشم مسكينين يوع عنهم يوع الأضوان هني يوع ما حد يستاير وحد يقعد فيه خيام. السبب والله ما درنا السبب الكهرباء والتسليك، هذا التسليك هذا يلقون المقاول هذا يلقي وير هذا مثل بو عشرة لقى بو 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 هنشين ولا بو ثلاثة هنش مشين الرخص، والبدو ده الله ما درهم مسكينين في بيلهم ذي سليك تمام وكل شيء تمام. شكرا للزميل عبد الله الفلاح الذي أكد على المبدأ الذي نسير عليه في قضية رأي عام. تلاحظون يعني عبر سنوات البرنامج نركز دائما على أن لمناطق الأطراف حق رئيسي كما للمراكز، ثقافة أنه هذا مركز وهذه أطراف غير قائمة في قضية رأي عام. لكل أرض على المملكة العربية السعودية حق من حقوق المساحة، من حقوق العطاء، من حقوق النماء، من حقوق تقديم الخدمات كافة. على أي حال عبر الهاتف معي محقق قضية رأي عام الزميل عبد الله الفلاح من نجران، وهو الذي أخذ عدسة الكاميرا وصل وجرى في الخرخير. مساء الخير الزميل عبد الله. مساء الخير زميل ياسر، مساء الخير لكل المشاهدين. أول سؤال بدهي يجي، وش اللي خلاك تنطلق مسافة 900 كيلو من نجران حتى تصل إلى الخرخير وتقوم بهذا الرصد؟ في الحقيقة هذا السؤال الذي يراودني لعدة سنوات من خلال ما نسمع عن هذه المحافظة التي يضرب بها المثل في البعد. حاولنا قدر الإمكان بعد موافقة قناة روتانا خليجية وبالتحديد في برنامج قضية رأي عام أن نصل إلى هذا المكان. عانينا الحقيقة معاناة كبيرة في الوصول من خلال الطريق الطويل جدا في وسط الصحراء. كم كيلو؟ كم كيلو تقريبا؟ كم كيلو يا عبد الله؟ الطريق كم مسافة؟ المسافة هي 900 كيلو. 900 كيلو معبدة كاملة ولا فيه؟ نعم نعم معبدة، ولكن منها 500 كيلو بالتحديد لا يوجد فيها أي خدمات حتى يعني مكان لمؤونة أو البقالات أو يعني مقطوعة تماما 500 كيلو، إلى درجة أن اضطرينا أن نأخذ معنا البنزين في جراكل ونضعها في السيارة خوفا من الانقطاع، وبالتحديد نحن انقطعنا في منتصف الطريق وقمنا بتعبئة الوقود. وجدنا عندما وصلنا هذه المحافظة ما يثير الدهشة بالفعل، لا زال هناك أناس يسكنون في داخل الخيام، لا زال هناك أناس يعانون معاناة شديدة جدا في جميع الخدمات التي تتطلبها حياة المواطن اليومية. طيب على النقيض تماما خلي راح اكشف سر من الاسرار اللي تعرضتوا لها، الشرطه قبضت عليكم صح ولا لا يا عبد الله؟ والله في الحقيقه بالفعل يعني تم القبض علينا والتحقيق معنا واستجوابنا في العديد من الامور. طبعا رغم انكم نظاميين، لاحظ عفوا عبد الله مقاطعتك، انتم نظاميين معكم تصريح التصوير الصادر بشكل رسمي. نعم نعم معنا التصريح ونحن اتينا بطريقه نظاميه، وأيضا نحن لم نصور أي مكان كتب عليه ممنوع التصوير كأماكن عسكرية أو أماكن سلبية. نحن بحثنا جادين عن الخدمات التي يحتاجها المواطن فقط. كان هناك أيضا يعني نوع من المراقبة لنا، لماذا أتيتم إلى هنا؟ ألا تعلمون أن هذا المكان ممنوع الدخول إليه؟ ألا تعلمون أن هذه المحافظة هي تعتبر حالة خاصة؟ استغربنا الكلام كثيرا، ولكن استطعنا أن نصل إلى ما نريد وصورنا في داخل حتى الأماكن التي يعاني فيها المواطنين بشكل كبير جدا. على حال عبد الله طبعا ما عرضناه قبل قليل هو جزء
عندنا مجموعة أخرى من الأجزاء راح نعرضها في الحلقات القادمة. أنا أشكر جهدك، أشكر تغربك وسفرك الطويل والشاق من نجران إلى الخرخير. كان معي الزميل عبد الله الفلاح، محقق قضية رأي عام في محافظة أو منطقة نجران. شكرا جزيلا لك. على أي حال سنستأنف الحديث والحوار بصحبة الدكتور ماجد الفهد عن مشاهدات الخرخير، لكن بعد هذا الفاصل القصير. احنا لازم نتفق انه الجامعي عندنا ما زال همه الاول الوظيفه. احنا ما زلنا الان ينقصنا عدد الحاضنات، حاضنات شباب الاعمال. حياكم الله من جديد في الجزء الأخير من قضية رأي عام بصحبة المستشار القانوني للبرنامج الدكتور ماجد الفهد. حياك الله. الله يحييك. دكتور، قبل الفاصل كان في حديث مع الزميل عبد الله عن الخرخير تحديدا. خلي بسألك سؤال يحمل وجهة النظر الأخرى. وجهة النظر الأخرى تقول يا أخي المنطقة تعداد سكانها بالكاد يصل إلى 5,000-6,000 واحد، منطقة في أقصى طرف من حدود المملكة، شيء منطقي انه ما تصلها عجله التنميه كما هو الحال ببقيه المناطق اللي حول المراكز. هذا صحيح ولا لا؟ الرد مبسط جدا. النظام الاساسي للحكومه الماده 22 ايش يقول؟ يقول لك يتم تحقيق التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وفق خطه عمليه عادله. عادله؟ عادله. يعني لا اطراف ولا شمال ولا جنوب. نفسه من 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 البحر للبحر، ومن اقصى الشمال لاقصى الجنوب، هم أمام النظام الأساسي للحكم وللحكومة واحد. يعني هذه تعدادها قليل أو هذه تعدادها كثير بحسب ما تحتاج. كذلك بالنص النظام الأساسي للحكم المادة 10 ماذا تقول؟ تقول إنك إنه الدولة توفر للأسرة عيشة مستقرة. اللي إحنا شفناها الآن هذا يعني شيء ما راح نقول خيال، لكن نقول هو واقع لكن يحتاج إلى تغيير. في أمر قال المراسل عندكم، قال لنا محافظة خاصة. الشرطة يوم سكتهم قالت لنا محافظة خاصة. وش معنى محافظة خاصة؟ يمكن عشانها كقاعدة العسكرية الموجودة، المطار الموجود هناك، حدودية أو غيرها. حتى مهما 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 يكون هي ما دامت مدنية تبقى مدنية، يبقى لها حقوقها، معهم ترخيص خلاص. لكن عندنا ممكن قد يكون نقول انه الحس الامني لدى الشرطه انهم خايفين يصورون مناطق او يكونون غير مصرحين. طيب دم معهم تصريح، الامر سهل. لكنه التنميه هذه بلوك يصير بسعر 10 ريال وهو بريال. اي انا شفتك يعني يوم ذكروا المعلومه طيرت عيونك ومسكت القلم. ابى اشتغل مقارنه شوي. كم ايش يقول لك اقرب محطه بنزين 500 كيلو موضوع الاسمنت، كيس الاسمنت يصل من 35 الى 40 ريال. الى 40 ريال وهو يباع ب 14. ليه؟ ايش المشكله في ما تصلها عجله التنميه؟ مع انه توطين من في الحدود هو مطلب لدى اغلب الحكومات. شاقين طريق معبد مسافته 500 كيلو ما في محطة بنزين، معناته انه المدينة مهيئة. انه كفكرة مستقبلية انه خلاص تصير مثل ما في هنا في مشكلة في بعض المحافظات او المناطق، انه اهمال المراكز المحيطة فيها وعدم التنمية، سواء من امانات المناطق او حتى من امارات المناطق او حتى من الوزارات الاخرى. ليه ما يكون في هنالك تعداد مرتب لكي الحكومه تبذل المليارات نشوفها في الميزانيات، لكن لماذا لا نشوفها على ارض الواقع؟ ليش انا اجي في مناطق معينه موجود جميع الخدمات لكن في مناطق مهمله لا يوجد فيها شيء؟ مع انه النظام الاساسي للحكم يقول لك، وهذا هو المستند الاساسي للمملكه العربيه السعوديه، تقول لك انه وفق التنميه والاقتصاد والاجتماع كلها وفق التنميه عادله لجميع المناطق، ما في احد والله هذا افضل ولا هذا افضل. هنا في مشكله لدى المسؤول من يحط يعني، لان هذه المنطقه ما لها صوت. انت يا المسؤول اللي عندك الميزانيه ما تعطيها، هو ينزل لها ميزانيه، لازم ينزل لها ميزانيه، لكن ميزانيتها لا ترحل الى منطقه اخرى. هذا المطلوب.
وهذا هو المطلوب ليس فقط على الخرخير، الكلام يشمل الخرخير ويشمل غيرها من المناطق. وعلى أي حال وطالما الشيء بالشيء يذكر، الخرخير حالها مثل حال مناطق الحدود الشمالية، يعني البرنامج كان حاضرا في أكثر من تحقيق، رفحة، سكاكا، الجوف، عرعر، تبوك، حفر الباطن، حايل، والقائمة تطول. الدور في هذا الموسم سيكون على مناطق جنوب المملكة، ونرصد ونشوف، والعدسة هي خير شاهد تغنينا عن نتكلم ونسولف ونتحدث لعشرات الدقائق والساعات. تبي تقول شيء يا دكتور؟ سلامتك، أن ترى خيرا من أن تسمع، ليس من رأى كما سمع. الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني لقضية رأي عام، أشكر حضورك، أشكر إثرائك، وإن شاء الله أنك تقتنع أن نعرض المادة أو الحديث والذي دار بينك وبين خط 19. إذا أذنت وزارة الشؤون الاجتماعية. طيب.